مريم سعيد صالح، محمد سامي شتمني بألفاظ نابية ولكن سكت عشان لقمة العيش. بصي يا حبيبتي، مريم سعيد صالح اشتغلت مع محمد سامي حوالي 5 أعمال، يعني بص يعني حتى عايزة تبقي متضايقة منه روحي قولي له في وشه، قولي له ان ما انت ما ينفعش تقول لي كده او ما ينفعش تعمل ده. لكن اول ما احس ان هو وقع في حاجه، وربنا يا رب ما يوقعوش ابدا، خلاص كل الناس تبتدي تتكلم وتقول وكده، ما طب ما ليه ما يعني كلميه حتى بالراحه، بلاش تعترضي ولا تتخانقي معاه انت بتقول لي كده ليه مثلا لو كان ده عمله، بس روحي بالراحه كده وكلميه انت منك ليه. ليه بنقعد نقول حاجات كتير كده قدام الناس؟ ليه؟ بركي قلبها معبى منه، قلبها معبى منه تفح فيها الكاس، روح قلبي تروح تحكي لواحده صاحبتها، تفش خلقها في واحده صاحبتها تقول لها قال لي ومتضايقه. هو الواحد ما بيتضايقش من الناس ساعات، لكن مش بقول حتى لما كلمتك على الست اللي بقول لك، لا قلت لك اسمها ولا قلت لك حاجه عنها ولا اي حاجه خالص، لكن بقول لك موقف حصل لي. لكن مش ضروري اقعد اقول باسماء ودي عملت فيا ودي سوت فيا وده عمل وده عمل. ما احنا ممكن لينا اصحاب، ليا جوزي مثلا ممكن اكلمه اقول له شوف عمل حصل كذا في الشغل حاجه اتضايقت منها. يعني نحن نعيش بقى في وسط ساكتين عن حقنا؟ لو ما تسكتيش عن حقك، اعملي لا. ده معاه ايه؟ على طول هو مباشره كلميه. ويمكن يكون الرد اصعب من الرد الاول. لا. انا احصل حق لا ممكن ازاي؟ حبيبتي بيبقى في مثلا وقت رايق كده او وقت صفا بتاع... بنتظر انا ساعه الصفا عشان الصفة. ما هو انت مش انت بتقولي انا عايزه بسكت عشان لقمه العيش؟ طيب ما انت لقمه العيش دي اللي انت سكتي عشانها، اشمعنى سكتي كل المده دي؟ ليه اول ما حصل اي مشكله الكال. اول ما حصلت مشكله الكال. اول ما حصلت مشكله ليه؟ عشان ابتدت الناس تتكلم، تشجعت من بعضها تتكلم وتقول. لا 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 لا، انت اشتغلتي معاه اكتر من عمل، 5 اعمال. هي عامله معاه حوالي 5 اعمال وكل عمل بيجيبها فيه، فانت يعني كل ده ساكته، واول ما هو مثلا كان في ضيقه او حصلت اي مشكله معاه هو ده الوقت يعني ان انا اعمل كده؟ انت كلمتيها يا سلوى بعد اللي لا ما كلمتهاش. لا ما كلمتهاش. انتوا مش أنا اصدقاء؟ لا احنا مش اصدقاء، لا بس انا ما بكلم ما براجعش في حد في اللي هو بيقوله. هي حره بقى، هي قالت فانا هقول لها ما قلتي ليه ولا ما تقوليش ليه، انا مالي ومالها.